أهلا بكم. أثناء اندلاع الحرائق، جل الجزائريين فضلوا عدم مد أصابع الاتهام نحو الافتعال وتضامنوا، لكن الآن تغير الأمر. كلنا رأينا الحرائق التي اشتعلت في مناطق متفرقة في الجزائر، خاصة المناطق الشرقية، عنابة، سطيف، قسنطينة، سوق أهراس، وأكثر الولايات المتضررة الطارف. هذه المنطقة تحتوي أكبر ثروة غابية في الجزائر، وحسب ما رأينا تم اكتشاف إطارات قديمة وآثارها بعد إخماد الحرائق في جل المناطق المشتعلة، حتى في مناطق كثيرة لم تشتعل واكتشف أمرها قبل الكارثة. نحن لا نتحدث عن حرائق عادية، بل حرائق مع سبق الإصرار والترصد لهذه البلاد. إذن نحن لا نتحدث عن إضرام نار هنا أو هناك بقصد إضرار أحد بعينه، بل نتحدث عن إضرام نار هنا وهناك وهناك بقصد إضرار أمة بأكملها. إذن الأمر يتعلق بخيانة عظمى. نعم، كما سمعت، خيانة البلد تستحق عقوبتها المحددة حسب القانون. إلى اللقاء.